ملي كنشوفوا داك الاسطول الهائل والضخم من آلات الحصاد والشاحنات وديك المساحات الكبيره جدا من الزراعه او من الزرع، هذاك الماء منين جبتيه وانت اصلا ما لاقيش ما تشربش الشعب الجزائري؟ هذاك الماء منين جبت لي التمثيليه والمسرحيه واضحه، والفيديو الحقيقي يعود الى قناه او الى موسم الحصاد في العراق واستخدموه. ولكن انا غير الرساله اللي بغيت نوصل هو هاد الحرقه اللي بقات فيهم وكيحاولوا يركبوا على الموجه وكيوظفوا موسم الحصاد للحمله الانتخابيه اللي تبون. هنا في صحراء ممشى بولايه خنشله تمكنت شركه كوسيدار للزراعه من تحويل صحراء قاحله الى جنه خضراء فيها من المحاصيل ما يدخل في سله غذاء المواطن وفي صناعه معادله الامن الغذائي للبلاد. على مد البصر تتربع هذه المساحات الخضراء في صحراء ممشى الشاسعة محاصيل زراعية مختلفة من الحبوب والأعلاف الحيوانية والأشجار المثمرة. أنشئت مؤسسة كوسيدار الزراعة للمساهمة في التنمية الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ولتقليص فاتورة الاستيراد. استفادت المؤسسة من محيطها الأول في جنوب ولاية خنشلة لاستصلاح الأراضي الفلاحية، حيث تم إنشاء المستثمرة الفلاحية بإجمالي استثمار قدره أكثر من 6 مليارات دينار جزائري. وفي إحدى زوايا هذه المستثمرة النموذجية تتم عملية تربية سمك البلطي الأحمر، وكذا تسمين العجول وفق خطة مدروسة لتوفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية والحد من استيراد هذه الشعبة الفلاحية المهمة. حيث قمنا في العام المنصرم بإنتاج حوالي 250 طن من اللحوم الحمراء وغيرها. أما هذا العام في نهاية العام الحالي نطمح بإنتاج ما يعادل تقريبا 700 طن من اللحوم الحمراء وغيرها. وفي نقلة نوعية تعتمد شركة كوسيدار للزراعة على إحدى المؤسسات الناشئة في تسيير وتنظيم عملية الري بالرش المحوري للمحاصيل وفق طرق تكنولوجية حديثة، إضافة إلى معرفة خصائص وجودة التربة عن بعد. تعاقدنا مع شركة كوسيدار أغريكول باش نخدموا لهم سيستم دو كابتور باش نقراو لي كاركتيرستيك تاع لو سول، وباش اللي يعود الانجينيور تاع الفلاحة يعرف التربة تاعو اسكو تسحق الماء، اسكو فيها حرارة، اسكو تسحق البياشة طالع، اسكو لازم يدير لها دواء ولا لا. وثانيك ان شاء الله رانا نخدمو ثانيك على باش نردو ليريغاسيون اوتوماتيزي. الزراعات الاستراتيجية وغيرها من المشاريع التنموية المهمة سبيل الجزائر الجديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد.